يا صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 2/10/2015، احنا موجودين معاكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة مع مجموعة متنوعة من الفقرات ليوم الجمعة، وان شاء الله يكون جمعة مباركة علينا كلنا وعلى كل الأمة العربية. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير يا دينا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. الجمعة 2/10/2015، يوم جميل ان شاء الله، ودايما دايما نهاركم سعيد. ولسه بقول لدينا جو جميل، وبعتقد احلى فترات السنه شويه الايام اللي احنا موجودين فيها دي. بالظبط، خلاص بقى احنا المفروض، هو يعني فلكيا المفروض ان الخريف بدا، بس احنا لسه في شويه حر، بس احسن من الاول بكتير يعني، الحمد لله. خلونا نبدا مع حضراتكم، نقول لكم فقراتنا للنهارده. معانا الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون الاسلاميه السيد حسام حداد، ومتابع لاهم الاخبار اليوميه. الفقرة الدينية وعناية الإسلام بصحة الإنسان، الحقيقة هي موضوع مهم، وأنا عجبني جدا جدا امبارح وأنا بقرأ الموضوع ده، إزاي الإسلام بيعتني بالصحة العامة وصحة الإنسان بشكل خاص. خلينا نقول ضيفنا النهاردة اللي بينورنا دكتور السيد نجم، أستاذ الشريعة وعلوم القرآن، وهنتكلم معاه كتير ونعرف منه أسرار كتير جدا عن عناية الإسلام بصحة الإنسان. في اسكندريه هيكون في حدث او ايفنت لمده يومين بيشهد وجود اساتذه عالميين وقاده ومحاضرين في المجال التكنولوجي ورجال اعمال بيكشفون عن احدث ابتكارات التكنولوجيا، وهيكون معانا محمد الدلال واحد منظمي المؤتمر، وريم جباك احد منظمي المؤتمر من اسكندريه، وهنتكلم طبعا معاهم عن الحدث اللي هيقام في اسكندريه 24 و25 اكتوبر تحت شعار تكنولوجيا ابتكار موهبة وتحت رعاية محافظة الأسكندرية. دائما برنامجنا نهارك سعيد بيتابع الموضوعات الهامة أولا بأول، ودائما كنا بنتكلم على موضوع سد النهضة ومنتابع آخر وأحدث الملفات في هذا الموضوع. النهاردة هنتكلم عن آخر مستجدات المباحثات والمفاوضات في موضوع سد النهضة، ويكون معانا دكتور عماد عدلي رئيس منتدى المجتمع المدني لحوض النيل، وموضوعات كتير هنتكلم فيها، خاصة ان الشركات او الهيئات والمؤسسات اللي كانت هتقدم تقارير كتير منها اعتذر، واللي بيقول حاضر بيرجع تاني يعتذر، والمرحله الاولى اثيوبيا شغاله فيها على قدم وساق، يا ترى ايه اللي بيحصل، ايه الجديد، هنتصرف ازاي، هنفكر ازاي، كل ده هنتناقش النهارده مع دكتور عماد عدلي. طبعا هو ملف سد النهضه ملف شائك جدا، بس الفكره نفسها لازم يكون احنا كدوله عندنا خطط بديله. خطط بديله لو اثيوبيا شغاله في السد وبتبني فيه، طيب خلاص احنا كمان كدوله لازم يكون عندنا خطط بديله. بالظبط. نتم بس التفكير فيها ونشوف ايه اللي هيحصل وطرحها على المواطنين وده اللي احنا عايزين نعرفه الحقيقه، ايه الجديد وهنعمل ايه وهنتصرف ازاي، ولو اثرت اثيوبيا على استكمال السد مصر هتتصرف ازاي، ده اللي نعرفه النهارده. روايه ايام العشره للكاتب هيثم احمد، وده هيكون مع اشرف، كتير بيتعامل بمنطق ايه يعني لو دخلت في علاقه وباظت اشوف اللي بعدها، البنات اكتر من الهم على القلب، ما بحبش الكلام ده خالص انا بقى، يعني كويس انا مش الفقره دي بصراحه، لكن بعد فتره بكتشف انه فقد حاجات كتير جدا جواه والدنيا اتلخبطت. هو ده روايه او موضوع روايه ايام العشره اللي كاتب هيثم احمد، كويس قوي ان انت معايا بقى عشان نعرف بقى القصه دي عامله ازاي. يعني دينا بتقول انها تابع الفقره، وحاول تعرف لنا ايه الموضوع من مؤلف الروايه، الموضوع ده هو كان بطله ولا كان بطل الروايه ولا خرج بره الموضوع خالص، ايه موضوع كل يوم الواحد يعرف واحده ويطنش ويقلب ويقول خلاص. لا، وبعد كده فكره ايه البنات اكتر من الهم على القلب دي، وموجودين كتير والحاجات دي كلها يعني، لا طبعا، فعشان كده لا، بس كويس هو واضح ان هو عارف غلطه يعني، وقال لك انا فقدت حاجات كتير جدا جوايا والدنيا اتلخبطت، الحمد لله رجع لصوابه. طيب نبدا مع حضراتكم، وبنبدا دايما فقره الصحافه، فتابعونا بعد الفاصل.